يكون العافية. بس هيدا التوتوريال كرمال بس نفرجيكم شو بتعملوا وقتها بيوصلكم الميل للينك تو جوين ليبانيز يونيفرسيتي. في عندكم بالمايكروسوفت تيمز هون مكتوب ساين اب فور فري، سو بتعملوا داونلود للابليكيشن، بتروحوا على google.com. اوكي جوجل، وبترجعوا بتعملوا سيرش لمايكروسوفت تيمز داونلود. اوكي فيكم تختاروا ماك او اي شيء، فيكم تحطوا داونلود لحاله، بتحطوا داونلود ديسكتوب اند موبايل ابليكيشنز، بتروحوا عليها. اوكي فبيبين معكم هيدي، المفروض انه انتم تعملوا ساين اب، تعملوا داونلود، تعملوا داونلود تيمز، اكيد بيعمل داونلود. اوكي بيطلع، هلا اذا عملت انا الاو بيطلع بيعمل داونلود، ما بدي اعمل داونلود لانه عامل داونلود. ف بيطلع اخر شيء بتفتحوا بتعملوا انستول له، وبترجعوا بتفتحوا المايكروسوفت تيمز. اوكي سو هيدا المايكروسوفت تيمز اذا فتحتوا كبروجرام بيطلع معكم هيك، فبتعملوا ساين اب فور فري. اوكي بتشوفوا هون ساين اب فور فري، بيرجع بيعملكم ريدايركتينج على بزنس مايكروسوفت دوت كوم. هلا انا اعتبره انا عامل ريجستريشن، بس انتم بدكم تعملوا، اعتبروا انه انا بدي فوت ميل ثالث لالي لانه عندي اثنين ميل صار outlook.com. تحطوا next، المفروض تحطوا for friends and family لانه for school بيطلب منكم education وهذا، وبعتقد for work. اوكي to work، حطوا for work، حطوا next، enter password، اعتبروا فوت الباسورد تبعيتي. اوكي وبحط ساين ان، ستاي ساين ان، انا ما بدي، فيكم انتو دونت شو ذس اجين نو او يس، بحط نو no انا. اوكي سو هون ذا لاست فيو ديتيلز، فيرست نيم احمد رفاعي سراج، كومباني نيم بتحطوا ليبانيز يونيفرسيتي، country of region تحطوا بيروت اذا في او لبنان، لبنان. اوكي وبتحطوا set up teams. اكيد بيعمل creating your account. اوكي بده وقت حتى يعمل سيت اب. اوكي سو بحط ستارت يوزينج تيم. هلا انا تيمز انا بدي بيقول لي بفتح الابلكيشن، بقول له افتح الابلكيشن. اوكي بس يفتح الابليكيشن بتحطوا انتو بالايميل تبعكم احمد رفاعي سراج at outlook.com.
بيعطيني كمان فوت الباسورد من جديد. اوكي بحط ساين ان. اوكي قول ويلكم ويلكم تو تيمز، بتحطوا لبنانيز يونيفرستي، بتحطوا كونتينيو. هلا هو عم يعمل هيك، اوكي سو هيدا في تيمز بس. اوكي بتحطوا اوكي، بتفوتوا انتوا على اللينك اللي انا بعثت لكم اياه، اعتبروا انا عملت لينك هون، تفقسوا عليا هي، حط كمان allow. اوكي وهيك انا ببين لي انه انا صرت بالتيمز تبعوت مثلا كاتريم اني تروازيم اني ماستر دو ريشيرش اكسترا. اوكي المفروض انه يبين معكم هيك. هلا انا عندي باللبنانيز يونيفرستي الاساسي بيكون اصلا معمول انفايت او ابروف، فبعمل لكم انا ابروف دغري ببين عندكم هون انه في هالشيء. اوكي سو انا هترك هون.